كنت عايده لأبي من بعيد الجيش، هلا صرت بعايده وراح قبرص. نحن عم نحارب على مقاعد دراستنا، بس لو اضطر الأمر أنه نترك هالمقاعد نحن رح نتركها ورح نكون على خطوط الجبهة. في أمان بس من ورا الجيش. الجيش هو الأمان تبعنا. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. فتية في مقتبل العمر ورثوا السلاح عن آبائهم ليكون القلم والحلم بندقية مصوبة نحو كل عدو وكل كاره. ووالدي كان متطوع بالجيش العربي السوري، خدم بالجيش وحارب بفترة الثمانينات، كان استشهد بال 2012 ب 11/1/2012 لما اثناء قيام المجموعات الارهابيه بتفخيخ الطريق اللي بيمر فيه المبيت العسكري. كان اثر كبير، الحزن هو على فراق الغالي. بيي كان هو قطعه مني، دمه عم يسرب دمي وانا قطعه منه، الفراق كثير كبير، بس الشيء اللي بدنا ننال نتيجه هالتضحيه ونتيجه العطاء هو اكبر. بدنا ننال مستقبل اولادنا، بدنا ننال مستقبل اختي الصغيره اللي لساتها بعمرها، بدنا نرجع سوريا مثل ما كانت. بصراحه هدفنا وطموحنا انه نكون شهداء للوطن، نكون مقدمين شيء للوطن. ان كان بالحرب او بالعلم او بالسياسي او باي مجال كان، بدنا نقدم شيء للوطن. شهاده بابا صح غاب عنا وصح غاب عن البيت، بس انا برفع راسي بشهادته، برفع راسي انه هو استشهد لتراب الوطن، استشهد كرمال السيد الرئيس، استشهد للدفاع عن وطنه وعن بلده وعن اهله. استشهد ابي بتاريخ 2/3/2011. بهذا اليوم انهار كل شيء لنا بالحياه وصرنا نحس الحياه سوداء. رحنا انتقلنا على اللاذقية على اساس نربى تحت جناح عمي. رح استشهد بكسب، وبعد ما استشهد الست الوالدة الله يرفع مقامها يا رب، هي كانت سند لنا، وهي كانت بدها ايانا ندرس ونرفع طموحنا ونحقق امال ابانا. إذا سألت أي طالب من أبناء الشهداء سيقول لك سأنتسب إلى الكلية الحربية لأسير على خطى والدي الذي قدم روحه رخيصة في سبيل هذا الوطن، وأنا سأتبع نفس الخطى. فهم دائمي الاعتزاز بآبائهم الذين سطروا 4 ملاحم بطولة الفداء لتبقى سوريا عزيزة قوية وصامدة. في مدارس أبناء الشهداء للشهداء طيف يتكلم في عيون الأبناء الذين اشتركوا في التضحية والفداء وقدموا أعز ما يملكون ليبقى الوطن. تضحية جاءت على صغر ليحمل من قدمها مسؤولية الرجال. وأي رجال؟ فهم أبناء شهداء رجال الجيش العربي السوري. بابا ضحى بدمه كرمال الوطن، وأنا عم ضحي بعلمي بدراستي بتفوق كرمال الوطن، كرمال تراب الوطن. نحن السوريين تربينا من صغرنا حب الوطن، شو ما كانت طائفتنا وشو ما كانت ديانتنا، اللي حاولوا تجار الدم ان ينشروا هاي الطائفه والتفرقه اللي عندنا وخسروا. فراق الوالد كان كثير صعب علينا، وكانت نقطه فاصله كثير بحياتنا. كل واحد فينا صار اب مسؤول عن نفسه، صار يعني خطط لمستقبله بايده، صار المسؤولين اللي علينا هي المسؤولين اللي كان شايل لابونا علينا. حسينا بقيمه الاب واهميه الاب، بالإضافة للدور اللي كان أخده والدنا كأب البيت، كان أخذ دور محامي ومدافع عن هالوطن. لذلك عيد الجيش بالنسبة لي هو عيد كتير مهم، هو مو بس عيد للجيش العربي السوري، هو عيد كل مواطن عربي سوري بيهتم بوطنه وبيحب وطنه، بيسعى ليكون فرد من أفراد هالوطن، لأنه مو كل من سكن الوطن كان فرد من أفراده. اللي بيسكن الوطن بده يرغب يكون من أفراده، لازم يقدم لوطنه مثل ما وطنه عم يعطيه المسكن والمأكل والمشرب، عم يعطيه أساسيات حياته. صار في عندي دافع أكبر إنه لحتى أني أنا لازم أن يكون أقوى، لازم أكون مسؤولة عن نفسي أكثر.
بدراستي بشهادتي، لأنه شهادتي هي لازم بعد تثبت وجودي، إنه كوني أنا إني بنت شهيد، فإنه هي الشهادة مع شهادة أبي، هي شهادة إني دراستي لازم تكون إنه يعني فاعلة بالمجتمع. أنا كنت داوم مع والدي بالدوام، لما كنت روح شوف الدبابات انبسط، قلت أنا بدي أقبل أتطوّع. الجيش كتير حلو، بس هلق بالأزمة صار إنه في مناطق خطر، العالم صارت تهرب من الجيش مثل المتخلفين. أنا جربت تجربة الجيش، طوعت مرة بدفاع الوطن، لكن بس الواحد حمل سلاح وحط بإيده سلاح وبده يروح يدافع، بحس إنه ما يدافع عن أهله. لكن شو ما قدمنا للجيش مقصرين، يعني هلق تضحيات اللي يضحوها بحلاه وبالدير والرقة شيء لا يقدر. بس ما فيك، يعني نحن علينا بالعلم، هنن هي اختاروا طريق ونحن نختار طريق، ان شاء الله لاحقين. في عيد الجيش كانت لصروح التضحية كلمة تحمل في بعض طياتها غصة وفقدا ووجعا، وفي بعضها الآخر فخراً وشرفاً وكرامة، ترفع ابن الشهيد درجات ليكون رسول الشهيد وبضعته في الحلم والأمل والوطن. عندما نمر من جنب أي عسكري أشعر بأن كنت موجودة مع بناتي الطالبات، أشعر بالمحبة لهذا الجندي الذي يرتدي هذه البزة وهذا الحذاء العسكري، تشعر بأن هذا الشخص وكأنها رأت والدها من جديد. فأي جندي بالجيش العربي السوري نشعر بأننا حتى نحن من نعمل مع أبناء الشهداء نشعر بأن هؤلاء الجنود يخصونا أكثر من كل أبناء الوطن، فنشعر بأن أي جندي بهذا الجيش، أي عسكري هو من مؤسستنا، ينتمي إلى هذه المؤسسة، فنحن فخورين بآباء أبنائنا، بشهدائنا الذين هم أبناء الجيش العربي السوري، الجيش العربي السوري البطل الذي يحقق كل يوم انتصارا يلي الانتصار. عيد الجيش هو رمز وفخر إلنا، وإن شاء الله بنكون، وإن شاء الله هذا اليوم بكون أنا رمز فيه، وأنا أدي رسالة والدي اللي استشهد وحضر ذكره بهذا اليوم. يعني وقت اللي بمشي جنب أي شخص بالجيش أكيد إنه ما في حدا فينا ما في عنده هذا الشعور وهذا الدافع، يعني مثل كأني بحس إنه أبي كان بمكانه، يعني لولاها هن هدول الجيش إنه نحنا ما كنا لهلا صامدين بسوريا، لأنه لولا تضحياتهم هن نحنا ما كنا لهلا عايشين. بصراحة كتير مشاعر بتجول لما بدنا نحكي عن الجيش العربي السوري، مشاعر إباء وعزة وكرامة. هالجيش العقائدي اللي مكون من كل أطياف الوطن، مكون من كل مكوناته من مختلف الأعمار، اللي تساند فيه المجند والمساعد والضابط، وأكبر قدوة لنا بالجيش هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، هو الأب القائد لنا سيادة الرئيس دكتور بشار الأسد. لما نحن بنشوف سيادة الرئيس على كافة الجبهات، على أول خطوط الحامية، عم يتواصل مع هالعناصر، نتعلم منه مثال للقائد الصالح، مثال لأنه إذا أنا يوم من المستقبل كنت ضابط وقائد، عم نتعلم يكون قدوته سيادة الرئيس، أنه نحن بهالجيش إخوة، نحن بهالجيش واحد، عم ندافع عن جسد واحد. والله إذا قلنا الجيش كان عم بخير مقصرين، إذا رحنا عندي واحد ما يضحوا كثير، الله يحميه. نحن أهل السلاح، ليس يحل السلاح بيدينا، نحن أهل اليقين بالنصر المبين، كنت مشينا. منذ 1945 بدأت نواة الجيش العربي السوري بالنمو. تأسس الجيش وخاض العديد من الحروب منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه. صفحات التاريخ لا تنسى مآثر وشجاعة رجاله الذين استبسلوا في الدفاع عن هذه الأرض، ليغادرنا البعض إلى عالم الخلود بعد أن سلم راية الشرف والفخار
لأهله وذويه ورفاق السلاح. نحن أهل السلاح، نحن أهل السلاح، نحن أهل السلاح، نحن أهل السلاح.